لأن العقد قبل الجاهة معنى ذلك أن نخطب للرجل زوجته. العقد يكون بعد الجاهة. والأمر الثاني أن تكون حفلة النساء مقتصرة في بيت والد العروس على أرحامها ومحاربها، وهم عماتها وخالاتها وأعمام العريس وعمات العريس وخالاته، دون حاجة إلى قاعات وتكاليف وأزهار وحفلات إلى غير ذلك مما يشكو منه شبابنا اليوم. والأمر الثالث أن عقد الزواج يخلو من كل شرط في طلب الذهب، فهو زوج يلبس ما يشاء دون أن يفرض عليه كرامة لزوجته، وأن يخلو العقد من كل شرط يتعلق بالأثاث، فهو بيته إن شاء سكن على حصير وإن شاء سكن على حرير، فالأمر أمره والبيت بيته، ومن ائتمن على العرض لا يطالب بالمال. والأمر الأخير أن يكون مهر رناد ابنتي، ابنة الشيخ نوح، ابنة الشيخ علي سلمان، ابنة الشيخ سلمان محمد رحمة الله عليهم جميعا، أن يكون مقدمها دينار أردني واحد ومؤخرها بعدد سور القرآن 114 دينار أردني، ولو كان في الزيادة خير لزاد الله في كتابه. فأرجو الله عز وجل أن يتقبل وأن يجزيكم عني خير الجزاء. ما منعكم اليوم الحضور برد ولا برد، فأصحاب الهمم تذوب أمامهم الصعاب. جزاكم الله عني خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا فرحا اليوم أن نفرح بأبنائكم وبفتياتكم، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله عنا خير الجزاء دولة الدكتور عون، وجزا الله هذه الجاهة الكريمة، وأسأل الله علي أن يبارك لك وعليك وأن يجمع بينكما بكل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.